من بعد الجائحة ديال كورونا قمنا قامت السلطات المحلية والمجلس البلدي بالترخيص لينا باش نستنفوا الأعمال ديالنا بعد هاد ثلاث سنوات من العطالة. الحمد لله دابا راه طلقات الأمور ورجعات المياه لمجاريها. ومن المنبر هذا كنشكروا السلطات المحلية والمجلس البلدي اللي وضعوا الثقة ديالهم فينا وتاحوا لنا الفرصة من جديد باش نباشروا الأعمال ديالنا ويشتغل. وكما كتشوفوا من وراكم هنا الإقبال ديال العائلات والشباب على هذه الألعاب الترفيهية وكل شيء فرحان الحمد لله وخرج رجعت الأمور الطبيعية ديالها. فعلا كتخرج فرص ديال الشغل. أنا لحد الآن وصلت ل 62 منصب شغل اللي خدام معايا هنا، 62 منصب اللي خدام معايا على حساب الترخيص. دابا حنا كنخصو رخص موسميه، ما عندناش رخص دائمه. لا الحمد لله السلامه هي الاولى، كنركزوا عليها السلامه ديال المواطنين والسلامه ديال الزوار. من ناحيه الاليات كاين الصيانه يوميا، كنقوموا بالصيانه والمراقبه من الصباح، كنبداو نباشروا الاعمال مع 11 ديال الصباح وحنا كنراقبوا على الصيانه السلامه ديال الزوار ديالنا والمواطنين والاطفال. هما الاول كنشوفوا السلامه ديال الماتريال هو الاول، عاد كنباشروا الاعمال ديالنا مع الخمسه سته العشيه كنبداو الاعمال ديالنا. من ناحيه السلامه كتكون واحد دراسه من مكتب الدراسات ديال الصيانه اللي كتشوف هذا الماتريال هذا كدير عليه واحد الخبره، حتى كدير الخبره عاد كتعطينا واحد الشهاده ديال ممارسه العمل بان هذا الماتريال راه سليم. وكاين بعد كاين لاسيرونس اللي كنحصلوا عليها من شركه التامين فضلا لا قدر الله وقعت شي حاجه، كنبغي نحمي راسنا ونحميو الاداره. ومن هذا المنبر كنشكروا السلطات المحليه وعلى راسهم السيد والي ولايه اكادير والي الجهه